ديال الفيزيك. حنا اولادنا عندنا فيهم الثقه، ماشي ما عندناش، عندنا فيهم الثقه، وكنخسروا عليهم مالنا دم بجوفنا، كنخسروا على اولادنا، ماشي جايين ودانا، حنا اولادنا كنخسروا عليهم دم بجوفنا، لان الدراري ضربوا تمره العام كامل وما كيخدموا، وخصنا تجي حتى لاخر دقيقه وتجيب لهم واحد الماده اللي صعبتيها لهم، اللي ما زعما واخا قراوها ما قراوهاش مزيان، ما كانش عندها. شناهي؟ هي هو الفيزيك. من الفيزيك طولوه بزاف وصعبوه على الدراري تقريبا، انا لاحظت في المغرب كامل كلشي كيتشكى، ولهذا لا ما خصكمش، حنا الدراري عندهم واحد المعنويه كبيره وتايقين في راسهم، ملي كتجي لواحد الماده وكتحطها له وكتصعب عليك بحال كتبغي تفشلو في النوبه الاولى، انا باش ديماريه هو كتفشلو، انا خصنا الناس اللي في التعليم يكونوا في المستوى، يكونوا في المستوى، يكونوا في المستوى. اجي بلاتي 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 خلي هذا الشيء. يكونوا الناس في المستوى، اللي يحطوا قرارات يكونوا في المستوى. وخاصنا هاد السنه الاستثنائيه بالنسبه للماده ديال الفيزيك، شنا اليوم الناس كلشي كتشوف. هاد المؤسسه شنو كيدايره؟ هاد الطلبات هاد كلشي، هذا حتى شي حاجه في المستوى. الناس سيدنا كينادي بالتعليم، كينادي بالتعليم، خص التعليم يكون في المستوى. وفينا هو المعلم التعليم في المستوى؟ فينا هو؟ فين كوزير التربيه الوطنيه؟ راه خصك تكون انت في المستوى. شنو اللي محظوظ الاباء اولياء التعليم؟ وكل واحد راه كيبدا الكبده ديال عباد الله هنا محطوطه، راه ولادهم هنا محطوطين، ماشي غير ولادهم هنا محطوطين، تيخافوا كلشي كيقول نفس الكلمه. كلشي تيقول نفس انا اللي لاحظت، هو كلشي تيقول لك هو الماده ديال الفيزيك. كتحط الناس في القرار ويحطوها في المستوى. باش يعرفوا الدراري حتى هما يدفعوا بهم لقدام، ماشي تحطمهم. سمعنا بعض الثانويات بان كانت هناك حراسه استفزاز ديال التلاميذ، كانوا الناس اللي في الحراسه ما كانتش معطيه لهم تعليمات، لانه هو الدري انا كدوج وانت كتشوش له على راسه كدوي، ولا داير فيديو ولا داير هذا، ما يمكنش، راه خصك تعطي الهدوء لهذاك الدري باش ياخذ واحد الثقه في نفسه، واحد الثقه في نفسه. ماشي عندنا تجي وتسولو، وزيدوا الناس اللي فهذا كانوا يجيبوا اساتذه، هذو الناس ديال البكالوريا عندهم مستوى عالي، ودراري في ثانويات خاصه عندهم مستوى عالي، خصهم يجيبوا لهم ناس في المستوى اللي ما يشوش عليهم. تبارك الساعه زوج بالليل. راه دارك هذو المواقف، ما تبقاش تسهل هذه المواقف، لان تجيب الانسان حتى لاخر دقيقه وتحطمو، اللهم انا ضامنكر، حنا كندوزو في الصالح.